مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. عاد صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة خاصة إلى خارج الدولة استغرقت عدة أيام. تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية من فخامة الرئيس اللبناني ميشيل عون، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء دولة الإمارات الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان. وقال فخامته: تلقيت بألم بالغ نبأ مقتل نخبة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في أفغانستان، وإني أدين بشدة هذا الاعتداء. أشارك سموكم باسمي وباسم الشعب اللبناني الحزن الذي ألم بشعب دولتكم الشقيقة وبكم شخصيا جراء فقدان مواطنين إماراتيين شاءوا أن يساعدوا أخوة لهم في الإنسانية، سائلا الله عز وجل الرحمة للضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والعزاء وأن يمن على سعادة جمع محمد عبد الله الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية بالشفاء العاجل. تلقى صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء دولة الإمارات الذين ارتقوا إلى ربهم أثر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان، وأعرب عن تأثره بنبأ الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من الإماراتيين المكلفين بمهام إنسانية في أفغانستان. وقال: باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا أتقدم لسموكم وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق وعائلات شهداء هذا الهجوم الإرهابي البغيض الذي تدينه كل الأديان والشرائع والأخلاق الإنسانية بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية. وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه المطلق للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وضرورة حشد كل الجهود لاجتثاثه، ودعا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ شعب دولة الإمارات بكل خير واستقرار ورخاء. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حكم أم القوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن اليوم. شهدوا فعاليات ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة والمقام بميدان اللبسة بأم القوين. وتوج صاحب السمو حاكم أم القوين ورافق سمو ولي عهد أم القوين ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، توج الفائزين بأشواط الرموز الأربعة التي شهدتها فعاليات الفترة المسائية من اليوم الختامي للمهرجان والتي خصصت لمنافسات سن الحول والزمول وبلغت مسافة السباق 8 كيلومترات. صاحب السمو حاكم أم القوين أكد في نهاية السباق أن تنظيم المهرجانات المعنية بسباقات الهجن سنوياً يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة على استمرار سياسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في المحافظة على تراث الآباء والأجداد. أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي القرار الإداري رقم 1 لسنة 2017 بشأن إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة. نص القرار على أن يكلف مجلس الشارقة الرياضي بإدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة من كافة النواحي المالية والإدارية والفنية خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة سنتين ميلاديتين. يناط بمجلس الشارقة الرياضي خلال فترة إدارته لنادي الشارقة للسيارات القديمة إعداد مشروع مرسوم أميري بتنظيم النادي بتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ويعمل على إصداره وفقا للإجراءات المتبعة في حكومة الشارقة. وخول القرار مجلس الشارقة الرياضي لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في سبيل تطوير العمل في نادي الشارقة للسيارات القديمة وبما لا يتعارض واختصاصاته، وتبقى القرارات والإجراءات والتصرفات التي اتخذها مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة السابقة على صدور هذا القرار صحيحة
إلى أن تعدل أو تلغى بقرار من مجلس الشرقة الرياضية. يلغى القرار الإداري رقم 8 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشرقة للسيارات القديمة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها في تخطي الأزمات والكوارث التي عانت منها سواء الطبيعية أو نتيجة للحروب، ووقفت الدولة إلى جانب الشعب الأفغاني منذ البداية، وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع أفغانستان، وتطورت العلاقات بين الدولتين لتشمل كافة الأوجه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. لبت الدولة نداءات الأمم المتحدة والدول الداعية إلى إعمار أفغانستان بعد الحرب، حيث تعهدت دولة الإمارات بدفع 250 مليون دولار لإعادة إعمارها. كما وأعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يومها أن الدولة ستقدم هذه المساعدة لأفغانستان على شكل منحة مالية يديرها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع التنمية في أفغانستان، وبشكل خاص في مجال الإسكان للأرامل واليتامى والمعاقين وتأهيل العاصمة كابول وبقية المقاطعات الأخرى. يقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها الدولة للشعب الأفغاني منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن بأكثر من 2.5 مليار درهم، سواء على شكل مساعدات تنموية لإعادة إعمار أفغانستان وبناء المدارس والمستشفيات والمنازل السكنية، أو على شكل مساعدات إنسانية قدمتها المؤسسات الخيرية الإماراتية لمساعدة المتضررين من الكوارث التي لحقت بأفغانستان. افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج سجل عزاء بشهداء أبناء الوطن الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، والذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار. وكان في استقبال السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة سعادة كل من محمد عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويعقوب يوسف الحسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وشهاب أحمد الفهم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. بدأ سجل العزاء اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج. أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، وأسفر عن استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات المكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في جمهورية أفغانستان. في هذا الصدد قال أحمد جمال المتحدث باسم الخارجية العراقية في بياننا اليوم، قال إن العراق يدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، وأسفر عن إصابة سفير دولة الإمارات في كابول واستشهاد عدد من مواطنيها المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية. وتقدمت الوزارة لشعب وحكومة دولة الإمارات وذوي الشهداء بصادق مشاعر التعازي والمواساة مع تمنياتها بالشفاء العاجل للسفير. كما وأدانت الحكومة البريطانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر محافظة قندهار، وأسفر عن استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات المكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في جمهورية أفغانستان. وقال إدوين سمول المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان له اليوم، قال إن استهداف الإماراتيين المكلفين بمهام إنسانية هو استهداف لدبلوماسية الاعتدال ونشر السلام وحل النزاعات والعمل الإنساني التي امتازت بها الدبلوماسية الإماراتية. من جهته أعرب سعادة فيليب برام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة عن إدانته واستنكاره الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر محافظ قندهار وأدى إلى استشهاد 5 من أبناء الدولة المكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في جمهورية أفغانستان.
أعربت مؤسسة خليفة بن زايد الهيئة للأعمال الإنسانية عن إدانتها واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة محافظ قندهار، وأسفر عن استشهاد كوكبة من أبناء الوطن الأبرار المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وذلك أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني تجاه الشعب الأفغاني الشقيق. وقالت المؤسسة إن هذا الحادث الإرهابي وبرغم الجرح الكبير وخسارتنا، رجال ضحوا بأنفسهم من أجل العمل الخيري والإنساني، لا يزيدنا إلا تصميماً في المضي قدماً في تنفيذ مشاريعنا الإنسانية الإغاثية والتنموية التي تستهدف الإنسان أينما كان بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين. أضافت أن الزيارة إلى قندهار كانت ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، وشملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كردان للمنح الدراسية، بجانب وضع حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، وذلك بتمويل من مؤسسة خليفة الإنسانية. وسألت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يحفظ أبنائنا الذين يقومون بالواجب الإنساني الذي يمليها عليهم ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى تربية التي تربينا عليها في ظل قيادتنا الرشيدة. إلى شأن اليمني، حيث قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن محمد المقدشي، قال إن الانتصارات التي تحققت للشرعية حديثا ستفرض معادلة جديدة على الواقع العسكري في اليمن بعد تحرير أحد أهم الممرات الملاحية. أضاف المقدشي في حوار مع أحد الصحف أنه سيكون هناك دعم مباشر لكل الجبهات ولن تتوقف المعارك على أي جبهة، هذا الدعم مرهون بعدة عوامل عسكرية يصعب الإفصاح عنها. أشار أيضا إلى أن هذا التغير سينعكس بشكل كبير على الجبهات، خصوصا مع سيطرة الجيش على سلسلة الجبال في جبهة نهم. وأكد أيضا أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لعب دورا مهما في تسليح الجيش اليمني وتزويده بكل احتياجاته، الأمر الذي مكن الجيش من التقدم في جميع الجبهات وتدمير غالبية منصات الصواريخ التي يمتلكها الانقلابيون. برعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت صباح اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بمشاركة حوالي 350 متحدثا من مؤسسات وجهات محلية وعربية وعالمية. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها. منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي أحد الفعاليات الرئيسة التي يعقدها المجلس الأطلسي على مستوى العالم، ونحن حقيقة سعيدين بانعقاده السنة هذه في أبوظبي، وهذه حقيقة مناسبة طيبة لأن الأسبوع هذا عندنا نحن في قطاع الطاقة سعيدين جدا، وأطلقت من يومين استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050، وهذه حقيقة في أول مختبر لابتكار المستقبل ينظم في حكومة دولة الإمارات وكان من نصيب قطاع الطاقة، فنحن بكل فخر سعيد وسعادة أطلقت الاستراتيجية. اليوم المنتدى هذا الذي يعقد في أول مرة في دولة عربية راح يعني دليل آخر على مدى يعني أهمية أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام في قطاع الطاقة وخريطة الطاقة العالمية. كما حضر انطلاق الفعاليات فريدريك كيمب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي وعدد من كبار المتخصصين والخبراء وصناع القرار في قطاع الطاقة على مستوى العالم. الاستراتيجية أعدت وإحنا ماخذين في حسابنا عناصر مهمة، العنصر الأساسي اللي هو أمن واستمرارية إمدادات الطاقة في دولة الإمارات، الاستدامة، سعادة المجتمع،
والأسعار المعقولة للطاقة في الدولة لين 2050، فهذه تم العمل عليها. المرحلة الثانية من الاستراتيجية بتكون التنفيذ والمبادرات. طبعا هنا في هذا المنتدى فيه خبرات عالمية، فيه تجارب للدول، وإن شاء الله نسمع شو صاير. أي استراتيجية تعتمد على بعد اللي هو المقارنات مع الدول الأخرى، وإن شو صاير أو شو نيو تكنولوجي اللي في العالم اللي ممكن نستفيد منها لتحقيق مؤشرات. ويركز المنتدى على ثلاث قضايا أساسية، وهي تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأمن وقطاع الطاقة عالميا، تطورات الطلب على سوق النفط والغاز، أحدث التقنيات في قطاع الطاقة في ظل التحولات الحاصلة في قطاع النفط والتغير المناخي. وينظم المنتدى الذي يستمر يومين المجلس الأطلسي الأمريكي بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات بترول أبوظبي أدنوك وشركة مبادلة وآيبك ومصدر. أيمن مصبح، قناة الظفرة. ونبقى في الشأن الاقتصادي، حيث سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الخميس وسط قفزة في التداولات بدعم من عمليات تجميع على سهم رأس الخيمة العقارية، في حين انخفض مؤشر سوق دبي المالي لليوم ب 0.3 إلى 3720.59 نقطة، خاسرا 1.3 نقطة أو 3 نقاط، ومتوافقا مع تراجعات الجلسة الماضية. نتابع. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.